فرق كبير بين انك تكون متأقلم وبين انك تكون متلون. اليوم رح نبحث بهذا الشيء مع ضيفي اليوم. ضيفي اللي تنقل من مكان لمكان بسبب الحرب، وهذا الشيء عطاه تأقلم وليس تلون، وزاد انتمائه على عكس كثير ناس انتقلوا من مكان لمكان نتيجة ظروف الحرب. ضيفي الليلة بفي أمل النجم اللبناني باسم مغنية. يسعد مساكم. باسم مغنية، أهلا وسهلا فيك بفي أمل. أهلا فيك يا أمل، وهذا فرصة كتير مهمة أنه أكون موجود معك، للأسف مش عبر التلفزيون من خلال مسلسل درامي، لكن عبر جاي الأيام وإن شاء الله بنلتقي كممثلين مع بعض. وأنا بيسعدني أكيد لأنه أنت من الممثلين يلي إلك لونك وإلك خصوصيتك العالية. شكراً. طفولتك كانت مهجرة، أنت من جنوب، الحرب هجرتك من مكان لمكان، كنتوا تهربوا. أنا من جنوب صح، بس أنا خلقت ببيروت، سكان بيروت، لكن كمان ببيروت كانت معرضة للقصف. ولا شو عملت هاي القصص عندك ذاكرة كطفل؟ أنا يعني ما درست بمدرسة واحدة، اضطريت أنه انتقل من مدرسة لمدرسة لأنه كان في مشكلة بال كان عمري 3 سنين هون. فكنت عم بهرب من مدرسة لمدرسة لأنه كنت عم بهرب من مكان لآخر. بالضبط. وبمكان كان جنوب بمحلات كان آمن، كمان رحت على جنوب وعشت بضيعتي كمان سنتين ودرست كمان بالضيعة، درست سنتين وما كان عندي مدرسة واحدة للأسف. يعني هذا خلق عندك عدم استقرار بحثت عنه لاحقا لما كبرت، هذا التنقل بين مكان لمكان ومدرسة أنا بحياتي ما بياخد، يعني ما بحاول السلبي يعني ما بقول انه هيدي شغله سلبيه، او على طول كنت اتعلم من كل شيء بعمله باللاوعي تبعي، مش انه انا بفهم انه لازم اعمل هيك. بس كل واحد بيعيش مراحل معينه بحياته بيستفيد اكثر من كثير ناس بيعيشوا مرحله وحده. هلا صحيح مرحله وحده بتكون مكثفه اكثر، لكن هالمراحل علموني تنوع واختلاط مع ناس اكثر وشويه عذابات، يعني هولي خلقوا عندي الاصرار. وانا كنت كل صيف على فكره، كل صيفيه كنت بشتغل. يعني انا امي كانت بالصيفيه تقول لي انه روح اشتغل. ليش؟ لانه نحن بحاجه لمصاري ابدا. وكنا انا وحيد على 5 بنات. ما شاء الله، الله يخليكم. فكانت تقول لي دائما روح اشتغل بالصيف لتجمع مصاري المدرسه. طبعا قد ما كنت جمع كانوا يضيفوا عليهم اهلي، بس ليحسسوني انه انا مسؤول عن هذا الموضوع. وكانت امي دائما تقول لي بس ترجع على البيت بعد ما تكون قابض مروق على السوق اشتري اغراض للبيت. حبيبتي عملت منك رجال. واخواتك انه اعطيهم خرجيه، كانوا اصغر مني. فكنت كثير انبسط بهالقصص اللي عم بعملهم، حتى لو معطيهم شيء رمزي انا. بس انه كنت احس انه انا بعمل شيء. فكان اول عمل لي بسنه كان عمري 9 سنين. ولخلصت الجامعه كنت كل صيفيه اشتغل. شو من بين المهن اللي اشتغلتها بالصيفيات عدد لي شو هن؟ شو اكثر مهنه حسيتها هيك رضتك؟ حبيتها طلعت لك مصاري اكثر؟ كلهم كانوا متعبين، بس كنت احب لما طلعت على جنوب اشتغلت، كنت اقطف حامض وليمون. فكانت هذه شغله حلوه لانه ما كان في لها دوام. كان يقول لي صاحب الارض انه بس تعبي هول الصناديق السحاحير، بتعبي مثلا 40 وحده فيك تفل على البيت. ايه، او فيك ضلك تشتغل الساعه 12 لانه كنا نروح الساعه 5 الصبح. فكنا نتعاون ناخذ مثلا 50 صندوق نعملهم 100 انا وصديقي، واحد يكون على الشجره وواحد تحت. اللي على الشجره بناولوا اللي عبيهم وبهداك بفرغهم، وكنا نبدل بعض فكنا نخلص بكير. بدي ارجع لنقطه المدرسه، انه انت كمان مع تغيير الامكنه كنت تغير مدارس. المدرسه هي البيت الثاني عاده بتكون، يعني عندك اصحابك رفقاتك خلص بتثبت عليهم. انت تعمل علاقات وصداقات وترجع تتركها ولا تاسس بمكان ثاني بمدرسه ثانيه صداقات وهي. هذا عمل منك شخص اجتماعي اكثر ولا شخص قادر انه يستغني عن التواصل لانه هو تعود على الرحيل المستمر من مكان؟ هلا لك شغله، القهر بالحياه اوقات بيخلق منك، بيخلق شيء ثاني بمحله، يعني كل شيء سلبي في له ايجابي بمكان ثاني. هيدي شغله كثير اساسيه عند الاولاد، هلا بيقولوا لك ما بنغير مدارس لاولادنا لانه تعودوا على رفقاتهم. بالضبط. انا عشت هذا القهر كثير.
غصبا عني، بس انا كنت بفهم انه انا لازم انتقل من مكان لاخر بسبب الحرب. بسبب بس كان يهرب كطفل، كيف كنت تعبر عنه؟ كنا نزعل كثير، بس انا كثير بحياتي بتاقلم مع بسرعه. يعني هذا عودك على تاقلم؟ ايه، يعني انا هلا بحياتي بتاقلم مع اي شخص مع اي شخص ثاني، حتى لو كانت عوايده مختلفه وحتى دينه وطقوسه، او حتى اذا كان ازعر بالحياه بتاقلم معه. فهذا الشيء بتصير ازعر مثله ولا لا؟ بتاقلم معه، بعرف جاريه. ايه؟ عرفت شو يعني؟ فانا بقعد مع نماذج مجتمع مختلفه، وبقدر يعني ما برفض الاخر. عرفت شو؟ قد ايه فادتك هي نقطه التاقلم لاحقا كممثل؟ على فكره هذا الموضوع عم تحكي فيه هلا انت، انا هلا وعيت له لما انت سالتيني عنه. ذكرت انه عدم التاقلم، عدم الاستقرار بالحياه خليني اتاقلم مع نماذج مجتمع مختلفه. فدغري حورتها على انه في ناس انا هلا بتاقلم معهم، يمكن هذا له علاقه بطفولتي كمان. ايه بالضبط، لانه هي نحن كلياتنا فباللاوعي تبعه الواحد بيكتسب قصص ثانيه. بس الغريب بطفولتك باسم انه انت كنت تغني، ما كنت تفكر ابدا انك تكون ممثل، بس كنت تحب تغني. انا صدقا لك شغله، انا حلم حياتي انا كنت احب عبد الحليم حافظ كثير كثير كثير، وما زلت بتابع كل افلامه. كنت احب اكون مطرب، بس ما كنت بعرف انه انا لا املك صوت جميل. انا بعرف غني على قدي طبعا، بس انا ما عندي صوت مطرب. لما كبرت اكتشفت هذا الشيء. للاسف في كثير عالم هلا مثلا بيمثلوا بيفكروا حالهم انه كثير شاطرين بالتمثيل، بس انه ما بيعرفوا يمثلوا. تمام. فكثير حلو انه الانسان يعرف حاله ويعرف قديش هو عنده الله عطيه مواهب بالحياه. انا مش عاطيني موهبه الصوت الجميل، لكن كان حلمي اني اغني. بس اذنك صح وبتسمع صح صح. لهذا السبب انا عملت تجارب صغيره لفش خلقي، بس مش لاقول انه انا بدي اطلع غني. طب امتى حسيت انه انا تركيبتي او انا قدري كون ممثل؟ شو هي النقطة الحاسمة اللي صارت معك بحياتك حسستك انه انت ممثل؟ شغلة كثير يعني بتقلب لك حياتك، بتكون شغلة كثير بسيطة. بالزبط. انا ما بحياتي ابدا كنت بفكر اكون ممثل. ايه. ولا حتى بالمدرسة كنت اعمل مسرحيات. ايه. كنت انبسط لما اروح احضر مسرحية اطفال كثير مثل كل الاطفال. تمام. فكنت اقول انه هذا الشعور اللي انا عم بحسه بحسه كل الاطفال، فهذا لا يعني انه انا حبيت التمثيل من هذا الموضوع. لكن انا بفترة من الفترات كان في مسلسل اسمه مهما كان الثمن. ايه، مسلسل مكسيكي. ايه. كان بطله اسمه اليخاندرو، بعتقد. ايه. يعني. ايه. كل الوطن العربي كان يحبه. ايه. فكانوا بمرحله ال 17 18 سنه كانوا يشبهوني لإله. انا كثير بشبهه لاليخاندرو. ايه. كان شعره طويل، عيونه صغار مثل عيوني، فكان معبود الصبايا. فصرت انا قلده، بمعنى انه صرت البس مثله، لانه كل العالم كانوا يقولوا بتشبه اليخاندرو. فانا قلت لحالي انه طب انه ليه ما بعمل ممثل؟ فانا فتت على التمثيل هيك، يعني انا ولا مره والله كنت بحس بدنا نتشكره لاليخاندرو لانه عن جد، بس انه هيك صارت القصه. انا صرت احب التمثيل، وبعدين لما اكتشفت انه في حدا بعائلتي درس بمعهد الفنون الجميله، ما كنت عارف انه في معهد بيعلم تمثيل. عم بحكيك انا بالاول التسعينات، وهيك صارت القصه. ودخلت درست اكاديميا. انا كنت عم اعمل هندسه. ايه. وتركته وعملت. الوالده قالت لك ايه ولا خافت عليك؟ والدي ما كانت بتعرف انه عم بدرس مسرح، ولا بيي. إيه؟ عرفوا بعد 7 شهور. ليش خبيت عنهم هي المعلومه؟ لانه هن كانوا مفكرين عم بدرس هندسي. حتى لو، بس هي ما هذا مو ريسك، مو مخاطره انك تخبي على عائلتك اختصاص انت عم تدرسه. ليك انا لما عملت امتحان دخول بالجامعه. إيه؟ انا قلت اذا نجحت يعني الله بده ياني اعمل ممثل، اذا ما نجحت ما راح افكر بهذا الموضوع حتى لو صرت حابب يكون هذا الشيء. اوكي. وطلعت الاول بامتحان الدخول. يعني انا ما رحت جيب النتيجه. بتذكر كان في 18 متقدم، 18 مقبول. ايه؟ قدم فوق ال 100. اوكي. بس اللي نجحوا 18. فانا كنت لما حضرت الامتحان كله لقيت حالي انه انا بيناتهم يمكن انجح. يعني ما كان عندي تصور انه اكون نجحت وطلعت الاول. فانا ما راح جبت النتيجه، كنت عم اطلع بالورقه من تحت مش. ايه. من فوق. ايه. فكل ما اطلع كان يفقد امل، لانه كان المفترض يكون تحت مش. ايه. فوق. لقيته. ايه. اول اسم. شو حسيت وقتها؟ كان احلى فرحه لي بحياتي، اول مره بفرح هالقد. وبعدين وعيت على حالي انه انا لازم اقول لاهلي انه عم بعمل. وبعد 7 شهور خبرت اهلك؟ لا، عرفوا بالصدفه، لانه عملت اعلان على التي في. ايه.
اجى مخرج وعلى الجامعه وطلب كاستينج واختارني انه اعمل اعلان. فشافوني على التي في اهلي وكانوا بيعرفوا انه بحب اعمل تمثيل. ايه. وسالوا بالجامعه عرفوا انه انا مش عم ادرس هندسه. ما تضايقوا وما انزعجوا منك انك خبيت عليهم؟ لا، هو صار في مشكل بالبيت يعني على يعني الموضوع. بس رجعت قلت لهم السنه الجاي برجع بكفي هندسه، وكنت باخر السنه عملت اول بطوله لالي. العاصفه تهب مرتين؟ العاصفه كانت تجربه صغيره. ايه؟ هي بخلال العام عملتها اول. ايه؟ سنه. وكان ممنوع نحن نعمل اول سنه اعمال برا، ومنعوني اني كفي، فصورت حلقتين ووقفت لانه بالجامعه عرفوا انه عم بعمل. لا، لما خلصت اول سنه بالصيفيه عملت عمل، كان اول عمل بطولتي. كان اسمه تجاره عن تراض، كان بطوله استاذ عبد المجيد مجذوب. ايه؟ والراحل محمود سعيد. الله، فانا كنت الله جزء من هذا العمل. اليوم بتشوف اعمالك القديمه او بداياتك، بترجع بتشوف على اليوتيوب، بيخطر لك تفتح هيك تشوف؟ انا مقصر، انا في كثير قصص مش حاططها على اليوتيوب. ايه. عندي حشريه احضر اوقات اذا عرضوا شيء قديم يعني، بس اذا عرضوا شفت. حالك بس كيف بتقيم حالك باوائل تجاربك كممثل؟ هيك قال لك شالي، انا لما بعمل المشهد هلا لما بحضره بعد جمعتين اسبوعين على التلفزيون بكتشف انه انا عامل اخطاء كثيره. فكيف اذا عم تحكي عن فتره زمنيه طويله؟ بس انا بعذر حالي لانه انا بحس انه كان لازم هيك بلش لصير هيك. اوكي، 100%. بتضحك بيني وبين حالي، بقول يا ريتني كنت اوعى، يا ريتني كان عندي باك جراوند اكثر بحياتي لاقدر، لانه شو بتسقف بحياه الواحد ببين بشغله. ببين اجباري طبعا. فللاسف نحن كانت سقفتنا صغيره لما بلشنا، وصرنا نكتسبها مع الوقت. ما تنسى انه عمرك كمان بلشت بعمر صغير وتجربتك صغيره وكله صغير. مصر دخلتها وانت كمان بداياتك تقريبا، صح ولا لا؟ صح. كمان عملت لك نقله، شو اضافت لك؟ شو هو المسلسل اللي اشتغلته ولا سينما ولا انا شو؟ كان عندي حظ كبير مع امراه من زمن الحب. مع الفنان القديره سميره احمد ويوسف شعبان وعبلة كامل، اسماء يعني. عمل هذا عمل اصلا هو عمل كان جمع اهم قطبي الدراما المصريه، اسماعيل عبد الحافظ واسامه نعركاشا، اللي هن ثنائي ليالي الحلميه يعني. وثنائي ثنائي شهد والدموع اللي بيعرفوا هذا. فكان لي حظ اني اشتغل معهم بدور كثير حلو كان. اجاني فرص بعدها بمصر مع ايناس الدغيدي. بعدين عملت مع ايناس الدغيدي فيلم، مزبوط. بس انا اجاني فيلم اعتذرت عنه، كنت مفكر انه هذا الفيلم ما راح يطلع منيح، وانا كان حلمي اذا بتفوت على مصر كون احمد زكي. اوكي، يعني مش يعني كون مثل احمد زكي. تمام. فالفيلم اللي اجاني انعرض علي للاسف انه الفيلم طلع مخرجه عظيم، واللي كان المخرج كان عم يحكي معي وانا ما بعرف انه المخرج عظيم، اسمه داوود عبد السيد. الفيلم حقق ايرادات كثير عاليه واعتذرت عنه، واخذ مكاني ممثل هلا ذو شان اسمه خالد ابو النجا. لقيت حالك هنيك اكثر بمصر؟ من اكثر من الاعمال اللبنانيه؟ غير تجربه، غير تجربه. شو اللي اختلف معك؟ غير طقوس يعني الدراما المصريه فيها احتراف اكثر وفيها رهبه اكثر، لانه انت فاتي على جو ما بيشبهك. فانا يعني لما فوت على عمل جديد بكون خايف. لهجه شو كان اخبارها معك؟ لا انا ما مثلت بمصر. انا دائما كنت عم بعمل لبناني. باللبناني بلهجه. صح. يعني مؤخرا عملت لا تطفئ الشمس وكان دوري لبناني فيه. ايه، شاركت باعمال 33 يوم، الغالبون. نعم. السر المدفون. نعم. اعمال بتحكي عن الجنوب وتحرير الجنوب، وانت نعم. ابن الجنوب. نعم. قديه مستك من جوا هي الاعمال اكثر من غير اعمال؟ طريقه تبنيك لادوارك فيها اختلفت عن طريقه تبنيك لادوار اخرى تحكي عن قضايا اخرى؟ اول شيء انا صراحة. انا بالنسبه لي اي عمل بفوت عليه بعطي الجهد الماكسيموم تبعي، ما في عندي عمل بميزه عن عمل. هي اولا. لكن انا بالنسبه لي الاقرب لي هو الاعمال اللي فيها قضيه، وطبعا قضيه جنوب هي قضيه يعني. انا ما بتمسني هذا الشيء، ما بيمسني لاني انا من جنوب، بيمسني هذا لانه انا لبناني. تمام. وجنوب هي قطعه من لبنان 100%. لذلك انا مثل المشاركين بالعمل، الاعمال اللي انت ذكرتيهم اعمال كثير كبيره كانوا. طبعا. كان في مشاركين مش بس من ناس من جنوب، من لبنان. وعطوا للمسلسل وللفيلم كما انا اعطيت. ف
فانا عندي 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 كمان بنبسط اني عملت هذه الاعمال، بالاخص انه في في فيلم اخذ جايزه، اخذ جايزه بالاردن، وفي فيلم اخذ جايزه بنيس بفرنسا افضل ممثل اللي هو سر مدفون، وكان بطولتي انا وكارمن لبوس وعمار شلق مع حفظ الالقاب، وكمان الاستاذ عمار شلق يوسف حداد كلهم نعم. ممثلين لبنانيين هذول من من الماكنين، نحن بنقول ممثلين قوايا يعني. بتشرف اني اشتغلت معهم اكيد يعني. معروف عنك حس النكته والسخريه. نعم. قد ايه هذا الشيء استخدمته بمسلسل مش ظابطه؟ قديش طلع معك هذا؟ قد ايه ساعدك؟ انا هذا الحس عندي ايه موجود، لكن ما بستعمله دائما، لانه انا انسان بتصرف حسب الجو اللي جو فيه. يعني في ناس برتاح انه يكون بحس حالي مرتاح وما في قيود، فالقصص بتطلع لوحدها تلقائيه بيطلع مهضوم. ايه. بينما لما بكون مكان انا مش مرتاح فيه، لو شو ما عملت بيطلع ثقيل. فلذلك انا بعرف انت لازم يكون عندي مش ظابطه. لو مسلسل كوميدي وكانت تجربه جديده، فكنت انا بحب انه انا ما بحب كثير اشتغل كوميدي لانه بخاف منه. ايه الكوميدي بخوف كثير. طبعا عندك ما بخوف لانه انت استاذي. كنا عم نحكي بالكوليس هلا عن مسلسل خمس نجوم، عائله خمس نجوم. فعندي خوف. انا بحياتي عملت عملين كوميدي بس، وفيلم اذا بدك لايت كوميدي. في عمل كان اسمه المحتالي انا وورد الخال، وعمل انا ونادين الراسي ووسام صباغ ومجموعه كلنا اسمه مش ظابطه. طب مش ظابطه حسيتها ظابطه؟ مش ظابطه بيحكي عن انه البلد مش ظابط لو شو ما بتعملي. لا كتجربه كتجربه حسيتها ظابطه ولا لا؟ كانت كثير منيحه وكان لها اصدقاء. طبعا انا مش غير مخول انه احكي عن تجربه انا عملتها، بس اللي بعرفه انه هي كانت تجربه ككل، كانت كثير حلوه منيحه لنا، وكان لازم تكفي. للاسف الشركه انفصلت عن كانوا شركاء ووقف العمل. عندك اصدقاء من الوسط الفني؟ اكيد عندي، كثير قليل بس. واحد منهم نصحك بالغنى؟ مين؟ نصحني؟ لا، عم تحكي عن راغب؟ اي طبعا. راغب ما نصحني. راغب علام؟ اكيد لا. ايه راغب شو نصحك؟ نصحني بس هو بيعرف انه انا كنت عم بعمل شيء لانه بتسلى، مش ايه لانه بتحب، مش لاني بدي غني يعني. بعدك بس بتشوفه لهلا بتلتقى فيه، هو صديقك المقرب. معناته ما بيصير انت يكون صوتك حلو وبتغني وما نسمع شيء لراغب علامه بصوتك. هلا لانه برنامج هذه الاستراتيجيه تبعه. ايه فاكيد رح ندندن انا وياكي، خاصه انه انت صوتك حلو وبتغني. اوكي يلا عن جد بنقولها. يلا بتقول للمهنه عن جد بحبك عن جد لهلا؟ ايه رغم كل المتاعب اللي رح نحكي فيها بالسيجمنت الثاني. اكيد عن جد بقلك عن جد مش حلو الغيبة هلا، مشتاق قلبي المشتاق مشتاق لعينيك الورد، رحتي وتركتيني الوعد. طالبت كتير وخدت كتير، مشتاق الاقي هالخد. عن جد بقلك عن جد مش حلو بهالقد، مشتاق لك قلبي المشتاق، مشتاق لعينيك الورد، رحت وتركتيني الوعد. طالبت كتير وخدت كتير، مشتاق الاقي هالخد. غبت كتير وخدت كتير، مشتاق الاقي هالخد. شكرا شباب، نحن ما رح نغيب عليكم كثير، راجعين بعد بريك قصير بفي امل مع النجم اللبناني باسم مغنيه، انطروني. رجعنا لك باسم مغنية، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ليك في خبر اجاني هيك بالسر، انت بتروح على التصوير مرات وبالساك تبعك بالشنطه اللي بتاخذها معك على التصوير
بيلتقى في شيء غريب. العلاء خبرك ها؟ غريب كثير. لا مو علاء، لا حرام ما بدي اظلمه. ايه سيريلاك؟ سيريلاك. ايه سيريلاك. انت لهلا بتاكل سيريلاك؟ ايه. شو هذا تعلق بالطفوله ولا طفوله متاخره ولا يعني؟ بحب طعمه السيريلاك طيبه. ايه. بحبها اكثر من الجاتو اكثر من اي، فبحس انه السيريلاك بتحلى فيه اكثر. ايه. انا مرقت فتره وقفته شوي لانه او بنصح. ايه صح طبعا. كثير بغذي، في غذاء ايه. كامل. بس انه حتى بالسياره بحط علبه انا تحت المقعد بكلها ناشفه انا وبعجقه السير اوقات يعني. ايه. وبايام بعملها مع المي و كثير بنبسط لما يكون في بيع ببيع عم بياكل بيبقى شويه اكل منه يعني. على كل رح خبرك سر. انت كمان؟ بناتي لهلا 13 و9 سنين. ايه. من وقت لتاني بجيب لهم سيريلاك وباكل معهم. ايه شيء طبيعي. لو ما معه شو طيب؟ ايه اكيد على قمح بس. على قمح حصرا ما يكون مطعم باي شيء ثاني. مظبوط. انت صار لك اكثر من 20 سنه مضى على احترافك. ايه. اليوم انت كباسم مغنيه بتشعر بالرضا على هي المسيره؟ بتحس انه انت انغبنت بمطرح من المطارح؟ بمطرح من المطارح تغيبت؟ بمطرح من المطارح شيء اثر على مسيرتك قدريا مهنيا؟ كيف بتحس؟ بدي اكثر الممثلين مرقوا بكل اللي عم تحكي فيهم يعني. تمام. يعني اكيد في ناس مرقوا اذا بدك تغيبوا، في ناس بعدوا لانه مهنتنا للاسف منا مهنه مستقره. ايه مش بس مستقره، منا مهنه يعني المنتج بشكل عام هي العلاقات اكثر، يعني قديش عندك علاقات بالوسط قديش انت بتشتغلي. فانا شوي بعيد يعني، معروفين اصحابي كثير قليل اللي بيمثلوا واصحابي من برا الوسط الفني وعلاقات كثير بعيده عن اكيد عندي منتجين اصحاب لي بفتخر بعلاقتي فيهم وبحبهم كثير، بس الشطاره مش هي الاساس. اي شطاره بتقصد فيها؟ موهبه. ايه وهذا واضح اذا بدك مش بس بلبنان، عم يصير بعالمنا العربي للاسف. كلنا في كثير ناس ما بيستاهلوا يكونوا بمكان معين او شو اللي وصلهم لهذا المكان برايك؟ علاقات، العلاقات بالحياه وايام اخلاقه للانسان كمان اذا كانت منيحه بتشغله اكثر. يعني كمان مرات اذا اخلاقك كثير منيحه لا ما بتشغلك. لا لك شغله يعني، انت بتعرفي على الست اذا واحد ممثل اخلاقه منيحه هيدي يعني هذا شيء كثير كثير منيح. لا لانه اللي عم بيشتغل طبعاً. المخرج عم يشتغل معه بيرتاح معه، المدير الانتاج بيرتاح صح. معه اكثر صح. بس اللي عم بقوله انا انه اوقات يعني بيحبوك كشخص وبيشتغل معه، وايام بيكون في غايات ثانيه ما بعرف شو هي. بس بشكل عام الممثلين الشاطرين كثير قليل اللي عم يشتغلوا بشكل عام. انت باسم مغنيه اليوم لما بينذكر اسماء الممثلين النجوم اللبنانيين الشاطرين والمتمكنين، انت من الاسماء الاوائل اللي بتنذكر بالدراما اللبنانيه. يعني شكرا. هي حقيقه. اليوم من وجهه نظرك انت من اي زاويه بتشوف الدراما اللبنانيه؟ شو بينقصها لتكون بيور دراما لبنانيه الصافيه؟ جايين على المشترك. اول شيء لك شغله، الدراما المشتركه منها دراما لبنانيه بالضبط. هي دراما جايين، انا عم بحكي عن لبنان مشتركه. الدراما اللبنانيه لا، في عنا باخر فتره من حياتنا من اخر سنتين ثلاثه انعمل اعمال لبنانيه بينشاف الحال فيها صراحه من كل النواحي. وانا بقول العمل ينجح بده يكون يتكون من عناصر اساسيه اللي هو النص والاخراج والتمثيل وكل التفاصيل. نحن عنا كم كثير مهم الاعمال ما انعرضت بالوطن العربي لانها اعمال لبنانيه 100%، وللاسف انه الوطن العربي ما شافها توازي ولا بل اهم من الاعمال المشتركه اللي انعرضت بالوطن العربي. بس ما انشافت، عرفت شو؟ في عندنا تجارب منيحه، دراما لبنانيه مؤخرا بالسنتين الماضيين والثلاثه عملت نهضه منيحه، لكن مثل ما عم بقول لك ببعض الاحيان في اشخاص ما بتكون بمكانها المناسب، في ناس بتستاهل اكثر. يعني انا لما بروح بعلم بالجامعه وبلاقي في بالصف 8 اشخاص موهوبين من اصل 15 وما عم يشتغلوا، بينما في اشخاص يمكن ما لهم علاقه بهذه المهنه عم يشتغلوا، بتزعلي لانه في ناس عم تتعب. بس هذا لا يعني انه حتى الناس اللي ما خصهم بالمهنه ممكن يطلع منهم حدا كثير منيح 100%. يعني انا مش ضد هذا الشيء. في واحد يكون ما بحياته بيتخيل انه يكون ممثل ويجي واحد يشوفه بالشارع يقول له تع ويطلع ممثل عن جد، ما لها علاقه. بتحس اليوم انه المهنه مستباحه؟ مش بس هالمهنة. ايه. أنا برأيي كل شيء عم بيكون مستباح. نحن ما عندنا نظام حقيقي بالوطن العربي. ايه بس مثلا سوري على المقاطعة، بس مثلا اليوم ما في حدا أي حدا يصير طبيب بدون ما يدرس 7 سنين طب على القليلة.
بس في ناس غشت لصار طبيب. بس في ناس بيقدروا يكونوا ممثل بس من غير ما يكون عندهم هاي الموهبة. أكيد بس في ناس غشت بدراستها بالطب 100%. والطب هو شيء فردي، إذا بدك حكيم عم بيعمل عملية لشخص. بينما بالتمثيل ممكن جماعي. إذا ما بيعرف يمثل ياخذ فرصة ياخذ فرصة ويشتغل بين 20 واحد بيمرق. صح عرفتي شو هيك هيك بتصير. صح يعني العمل منه قائم على التانجو كان عم ينعرض لك بنفس الوقت اللي كان عم ينعرض لك في مسلسل كل الحب كل الغرام. نعم. اللي هو اللبناني صافي. نعم. بيحكي عن الريف اللبناني والارض والعلاقات المشتركه بين الناس. اي عمل برايك اخذ ضجه اكثر بلبنان؟ اي بلبنان؟ عمل تابع اكثر بلبنان؟ اكيد كل الحب كل الغرام. بس اخذ انتقادات بنفس الوقت. اكيد اي التابع كل الحب كل الغرام اكثر من كل الحب كل الغرام. كان حالي خاصه. انا عملت عملين بحياتي كانوا حالي خاصه لاني ياسمينة وكل الحب كل الغرام مع نفس الكرو العمل وانا ونفس البطل اللي كارول حاج وفادي ابراهيم. فهول العملين كانوا اكبر نسبه مشاهده بتاريخ الدراما اللبنانيه. بقول على الهواء انا لانه معروف القصه يعني. تمام. مش انه عم وليش برايك اخذ هالانتقادات لكن؟ لا الانتقادات لانه اكيد وجاب اعلى نسبه مشاهده هذا لا يعني هذا لا يعني انه العمل لازم يكون متكامل للناس تحبه 100%. لا شك انه هذا العمل كان في صدق بغض النظر عن اخطائه اللي كانت موجوده. في صدق، لو ما في صدق ما قادر يوصل لكل الناس. وهذا عمل اذا بدك انا بالنسبه لي منا من الاعمال المهمه اللي عملتها، لكن اكثر الاعمال اللي جابت لي جماهيريه بلبنان. وبعتقد انت مرقتي بهيك مراحل. ما في ممثل ما مرق بهي المرحله. ايه انه بتكوني عم تقولي انه هذا العمل ما راح يكون مراهن مرات على عمل على عمل عظيم يكسر الدنيا بيطلع بيمرق مرور الكرام. مزبوط هذا عم بقوله. هذا العمل انا كمان بشوف حالي فيه لانه انا الناس حبتني فيه كثير على مدى 90 حلقه وقبل ياسمين على مدى 45 حلقه. فانا بحبهم هالاعمال لانه خاليه من القصص اللي بتخدش الحقيقه. يعني هذا العمل باخر حلقه طلب مني المخرج اني بوسه للبطله. قلت له لا، قال لي قلت له لانه العالم حبونا نحن الاشخاص لانه حبنا عذري. بيحكي عن حقبه 1920. قديش الناس مشتاقين لهذيك الفتره، قديش الناس مشتاقين ل هيدا سبب من الاسباب اللي هذا. وبعتقد اذا عندك بنت عمرها 3 سنين ما عندك مشكله تحضري هذا المسلسل. تتركيها وبتفلي على هو مسلسل للعائله. عائله عكس إيه. تانجو ايه. وبعدين اذا يعني انت قاعده عم تحضري واضطريتي انك عفوا تفوتي على الحمام ورجعتي فتي بتكفي الحدوتي لانه معروف لاحقه هالبطلين اللي بحبوا بعض امتى رح يلتقوا. ايه. فما بتضيعي. ايه. تانجو لا، بدك تشغلي مخك. ايه. وممنوع بنت 3 سنين تشوفه لانه العلاقات بين هدول الكابلين. ايه. والخيانة يعني خطره لعمر معين انه يشوفها. كيف لقيت تانجو تجربتك فيه؟ افتخر بعمل تانجو. ايه تمام. وهو كان بوابه بالنسبه لك للدراما المشتركه للبان ارب. إيه. اللي عم يصير هلا اكيد اكيد سبب لانه من الاعمال المهمه كان بوابه كثير مهمه. بس انا كان في اعمال ثانيه لو انعرضت بحياتي برات لبنان كنت حزت على نفس حب الناس يعني حب الناس. بس نحن عم نحكي على الانتشار القوي. إيه. العربي يعني حتى على المستوى العربي اوريدي انت عندك اياه الى حد ما. انا برايي انه تانجو كان عمل الى حد ما متكامل. طبعا فيه اخطاء لكن بشكل عام متكامل. يعني العناصر الاساسيه اللي بتكون منها العمل الفني موجوده. رامي حنا عظيم. رامي من كل النواحي عظيم. يعني التجربه كانت رائعه معه. انا بحبه كصديق كثير وكثير استفدت منه لرامي. كنت بحاجه كمان مثل ما استفدت بكثير مخرجين بحياتي كمان يكون عندي تجربه مع رامي استفيد مثل ما استفدت مع ليس حجو. في كثير ناس استفدت منهم حتى لما ما نجحت معهم. استفدت مع علي معلوف كمان استفدت مع كثير ناس. علي حبيب، سمير حبشي. ورامي كان عنده خصوصيه لانه رامي بيشبهني. رامي ممثل ومخرج وبيفهم وبيعرف الممثل شو بده، بيعرف شو اللي بيجرحه للممثل، شو اللي بحبه للممثل. صح. بالاخص هو اصلا ممثل عنده اخلاق. هيدا ساعد بنجاح العمل. طبعا اياد ابو الشمات اكيد عم بحكي ككاتب طبعا كاتب تانجو. والتمثيل الرائع من دانا مارديني اللي كانت تجربه رائعه وصديقه وحبيبه وبحبها كثير. ومع النجم اللي بحبه كثير بس الخياط صديق قديم من زمان بس توضطت علاقتنا مع بعض
وكان في حب وراء الكواليس بيني وبين باسل خياط. هذا الحب ترجم بالشغل الحلو اللي بين على الشاشه. وعاده بالاعمال بتشوفي في عطول مشاكل وقصص بيكونوا بالارض كثير اصحاب يعني، فكان في كثير في حب انه نلتقى مع بعض بالعمل ونكون موجودين مع بعض. ومع دانا ودانييلا اذا بدك صغيره تبعنا اللي هي كانت اول تجربه لها، فكانت تجربه كثير رائعه وتوجت بانتاج كثير كبير. طبعا انا ماني موجود هون لبيض لشركه معينه، بس واضح بالعمل انه كان في انتاج ببين. ببين. كل ما كان يطلبه رامي كان موجود. فصعب تلاقي شركه تامن كل شيء لمخرج. 100% صح. فانا برايي كمان شركه ايجل فيلم هي الاساس في نجاح صح كان على صعيد التسويق وعلى صعيد الانتاج. طيب بنفس الوقت يلي انت السنه عملت دراما مشتركه بتانجو، انت برايك هي ظاهره دراما المشتركه ولا نتيجه الازمه او الحرب اللي صارت بسوريا انهرب لها كبديل؟ هل تعتقد انه هي بديل مؤقت للدراما السوريه؟ شو نظرتك للدراما المشتركه؟ حاسس انه هي حتستمر خلص لفتره كبيره وزمن، ولا هي فتره مؤقته مثل ما لما كنا بعمر اصغر اجت موضه المكسيكي والبرازيلي والتركي والى اخره، وهلا دراما المشتركه كل عمرها موجوده. لكن لما كنا نطلع على سوريا نصور باغلب الاحيان كانوا الابطال يكونوا كلهم سوريين، لبناني كان يكون ضيف او العكس بالضبط. لكن هلا صارت اذا بدك متوازنه، ان كانوا عم بيمثلوا عنا ولا عم بيمثل بسوريا. فصارت متوازنه. الدراما منا موضه، ما في شيء اسمه مشترك ولا مشترك، في دراما. اذا كان العمل مشترك ويتطلب يكون في واحد مصري مجوز وحده لبنانيه ومقنع، انا ما بعتبرها هذه دراما مشتركه، بعتبرها هذه دراما. فدراما ما في شيء اسمه مشترك ولا مشترك، في دراما بالقصه بتقول انه في بي مصري جوز وحده لبنانيه لما كان عم بدرس بلبنان وخلف اولاد وضلوا عندها، فهن طبيعي يحكوا لبنان. انا بالنسبه لي هذه منا دراما مشتركه، انا برايي هذه دراما القصة بس، لكن كثرت مؤخرا لانه يمكن الاحداث اثرت بهذا الموضوع. ببعض الاحيان كانت ايجابيه لانه كانت بمكانها الحقيقي منها مركبه، يعني لانه انعملت اعمال مشتركه مهمه كثير، يعني اذا بدك بتانجو كانت مقنعه بغدا نلتقي مقنعه سنعود بعد قليل. بتحكي انت مخرجين قدروا يعملوا هذا الشيء، بتحكي ليس حجو تمام، بتحكي رامي حنا، سامر برقاوي. سامر برقاوي كان في عنده تجربه مش اللي قبلها، انا حبيتها لي نص يوم ما اخذت حق مزبوط مثل يعني كانت تجربه حلوه. لما تكون مقنعه دراما المشتركه بتوصل لكل العالم 100%. بس لما تصير مركبه بس لانه بدنا نوزع العمل باي محطه معينه بتصير منها حقيقيه. بتحس انه هي طلبات المحطات ولا طلبات الناس بالشارع ولا هي ظروف؟ انا برايي هلا الناس حبتها وطالما هي حقيقيه طالما بتنجح، بس تصير منها حقيقيه ما بتنجح، بتوقف لوحدها. بدنا نحكي عن علاقتك بورد الخال، ورد صديقتك كمان ورد بتسليني حبيبتنا كلياتنا مهضومي. ورد بترتاح بالتمثيل معها كثير؟ شو الكيمياء اللي بيناتكم؟ ليكي ورد يا بتحبيها يا ما بتحبيها، ما في حل وسط. يا ما بتحبيها بتشتغلي معها، يا بتحبي كثير انك تشتغلي معها. انا بحب اشتغل معها لانه انا مثل ما قلت لك كثير بتاقلم دغري وبعرف كل انسان شو بده. فورد صديقه قديمه من زمان، اشتغلنا سوا ما عاد اجتمعنا، بس بثورة فلاحين عاملين دورين بيشبهوا بعض. اثنين شريرين بالعمل اذا بدك. وكان في متعه بالشغل انا وورد، وكنا نتسلى مع بعض وورد عفويه. انا بحب اشتغل مع الناس اللي ما عندهم جوا قاصدين، يعني بحب انا لما بده يسب لي الشخص يسب لي عن جد، ما بكرهه بس بكره اللئيم انا. ورد ما عندها هذا الشيء، يعني ورد اللي بقلبها على لسانها. صح مزبوط. فبحبها لانها حقيقيه. صح. فكل شيء حقيقي بتحبيه شو ما كان، شو ما كان بتقبله وبتتاقلم معه. الاوردر بالتصوير نهار، الناس بجوز ما كلهم بيعرفوا هي المعلومه. ممكن شغلنا يستمر 16 17 ساعه، مرات عم نقفل بلوك نقعد لنا 20 ساعه. باسم مغنيه، انت كتكنيك ممثل مطلوب منك ومني من الممثلين انك تعطي الذروه كممثل باول مشهد بالاوردر، مثل لما بتعطي بالمشهد رقم 20 بالاخير. صح. لما بتكون انت فطسان من تعبك، ما عاد شايف قدامك غير تختك، بس بدك تنام بس كذا، كيف بتحافظ على
انك تبقى عم تعطي نفس الليفل بفتره زمنيه ما لا قليله 16 ساعه 17 ساعه الشغل. مثل ما قلتي هذا صار تكنيك، الواحد بيتعلم بيعرف هون بده يصرف الانرجي تبعه بالضبط من المكان الصح. ايه وفي تمارين بالجامعه كنا ناخذها لي وقفه الزيرو، واحد هيدا وامتى بمحلات لازم واحد يرخي اعصابه لانه مش بحاجه انها تعمل هالانرجي بالمكان الغلط. فكنت استعملها هيدي توفير طاقه، يعني توفير طاقه استعملها المكان المزبوط. وانا بثوره الفلاحين وصلت لمرحله صرت صور للساعه 6 الصبح وكانت درجه الحراره 3 ناقص 3. فكنت اغلب المشاهد انا اللي عم بحكي فيهم انا لانه شرير وعيط وعم صرخ وكذا، وفي 50 ممثل فبكون بالكلوزات تبعي بتطلع بلاقي في كثير عالم نايمه وجهي بالمشهد نايمين لانه الكاميرا مش عليهم. فكنت حاول قد ما في انه اطلع بشيء واحد بس فتح عينه لاحكي معه لانه التمثيل عين. كنت اعذرهم انا، هي ما حدا بيعملها قصدا، كنت اعذرهم لانه عن جد يتعبوا يعني عن جد يتعبوا، فاقول معلش يعني بتصير. انت شخص كفنان بتبحث دائما، مرات بتعمل كليبات، مرات اعلانات، وعملت كمان مسلسل اخراجك، وين على شو عم تدور بالضبط باسم؟ انا مهنتي الاولى والاخيره هي التمثيل. تمام. وانا كثير شاطر فيها، بحس فيه اتطور فيها. حلمي كنت بكون بغني انا. ايه؟ انا ما بملك صوت حلو. ايه؟ وما كل شيء بتحلمي فيه بيتحقق، بتقدري تنجحي فيه. يعني في قصص كثير ناس بتحب تمثل بس ما عندها موهبه التمثيل. انا بحب غني بس ما عندي صوت جميل. بالاخراج انا ما بحب الاخراج ابدا، ولما بكون رايح على نهار في عندي اعلان بدي صوره او عندي فيديو كليب بدي صوره مع فنان او عندي تجربه معينه بالاخراج ما بكون رايح مبسوط. بس انا شاطر بالاخراج وشاطر من خلال القصص اللي انا عملتها وشفت على كل انت عم تدور بنفس الدائره، يعني انت ما عم تطلع من عالم الفن فجاه نشوفك مهندس، انت بنفس العالم ما كله مربط مع بعضه. انت بتعرفي امل اوقات الواحد السوق لانك مش لازم تستهلكي بالسوق كممثله، فبتضطري تعملي قصص ثانيه مشان تضلك محافظه على الايماج تبعك بالتمثيل. تمام. فليه انا بدي اعمل اربع اعمال بالسنه وبالمقابل في اعمل شيء ثاني يكون وراء الكاميرا واظهر بعمل حلو ومرتب بالسنه؟ هيدي الاستراتيجية تبعي اللي انا عم بعمله وعم بشتغل بشيء انا بفهم فيه اللي هو الاخراج. فعملت كثير كم كبير من الاعلانات وكم كبير من الفيديو كليبات مع اشهر نجوم وطن عربي وكانت تجربه وحيده، اذا بدك تجربتين. التجربه الاولى كانت بالدراما ادم وحواء اللي كان الراحل عصام بريدي مع الله يرحمه مع باتريسا نامور، كانت تجربه كثير حلوه، عملت 300 حلقه صغار سكتشات. ومسلسل مع زياد برجي ونادين راسي كان اخراجي، كان اسمه فرصه عيد. ما فينا ما نحكي عن انك صار لك 5 سنين متزوج من اخصائيه تغذيه، ليك ملا شعرات، هذا شعره ولا اكستنشن؟ لا مش شعره، اكستنشن. اكستنشن شعره طويل بس مش هالقد، لانه اقولك هلا بطل في شيء حقيقي، كله بقى بدك تسال انه حقيقي ولا اكستنشن. هذا بالفيديو كليب اللي عملناه بالفيديو كليب عن اغنيه بس هي ما بتحط هيك بالحياه بتظهر يعني بس للفنان القدير وليد توفيق، قررت انت انك تجددها للاغنيه. بدي اعطي حق للاغنيه لانه الاغنيه هي اصلا جزائريه. الحان ملحن عالمي تمام اسمه قدير. نحن بنعرفها من وليد، استاذ وليد توفيق. ايه؟ اخذها من قدير، هو قال لي أوكي. اخذتها من قدير واستعملها بسمك بلا حسك. اوكي. فيلم الطفوله مع صباح الجزائري والاستاذ دريد لحام، فغنوا مع بعض. فلاني انا بحبها كثير الغنيه فعملتها بالفالنتاين انا ومدامتي، غنيناها هيك. كيف قنعتها لمرتك تكون معك بالكليب؟ ما كان بدها ابدا، قلت لها عندك مقطع واحد بس من بعده الحلاوة فاكر ولا نسينا بس هيك بتقوليها. طيب يلا انا بقولها معك. اكيد يلا انا ما بدك جهد لتقنعني، بس بعده الحلاوة فاكر يلا ولا نسينا ولا انا يلا. بعد الحلي وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا من يوم ما عرفت ناطر يلي مثل ما في مال. بعد الحلي وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا من يوم ما عرفت ناطر يلي مثل ما في مال.
خدود الحاجبين وعليها لون خدود احلى من الورد بمرتين سمرة وعيون سود ومعقودات الحاجبين وعليها لون خدود احلى من الورد بمرتين شعرها الاسود اسود ولا مثله كحل الليل لما عنش بينا بيحرق بيضوي نجم سهيل شعرها الاسود اسود ولا مثله كحل الليل لما عنش بينا بيحرق بيضوي نجم سهيل يا لا لا يا لا 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 يا عيني يا لي يا لا لا يا لا 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 موالي معها طويل بعد الحين وفاك ولا ناسين ولا ناسيني من يوم ما عرفت ناطر يلي مثل ما في ما بعد الحين وفاك ولا ناسين ولا ناسيني ما ضل ببالي خاطر انسى ما في مثل ما شكرا شباب قولك رح ينسونا المشاهدين بعد الفاصل مش لازم ما بعرف مش لازم فاصل بريك قصير كتير وراجعين لكم بفي امل مع النجم اللبناني باسم مغنيه انطرونا رجعنا لك باسم بآخر سيجمنت في أمل شو بقيان من أحلامك للمستقبل؟ أنا بحلم أكيد أنه ضلني حوالين عائلتي ومع مرتي ده أهم شيء بالحياة ونعيش مرتاحين ده أحلى حلم عندي أنا وأنجح بشغلي أنا مش أكثر من هيك هنشوفك بيان قريب؟ ممكن إيه يعني نوينا هلأ إذا بدك يا رب يا رب هيطلع دخلك بيشبه أمه ولا بيشبه بيو أكثر؟ الاهتمامات يعني اختصاص تغذية وما تغذية بتهتم فيك بهي الناحية؟ ايه انا لا انا مش بتهتم فيي مباشرة ايه؟ بس هي يعني علمتني على طريقة حياة مختلفة فهي بتقلي دايت على طول بالحياة هو طريقة حياة مش انك بس تعمل دايت بمرحلة معينة وتضعف وبعدين خلص لا كيف تعيش كيف تاكل وناكل كل شيء نحن يعني مش انه محرومين يعني بس ضمن توجيهاتها هي ما في ما هي بتقول لي اذا بتوجه كثير بطل الشخص الثاني يتقبل فالاصول الاصول يعني الامور تمرق هيك يعني مثل كرجه المي لوحدها يعني مش دائما يعني حامله مسطره شو عم تاكل وكذا لا 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 اكيد لا يعني بطريقه عندها اسلوبها شكلها لحاله مبين قد ايه هي حدا رقيق وحدا بنسلم عليها كثير وبنتمنى لكم التوفيق بحياتكم اكيد شكراً كتير. شو جديدك باسم شو محضر رمضان بتعرفي احنا بعدنا خلصين رمضان لا يخلصوا الامور لا تبلشي تقري هلا في حكي بس بدك تقري يعني تشوفي في قد ايه بتحس بهالزمن سهل الحكي بعيدا عن المهنه وبعيدا عن سهل الواحد يوعد حدا و في حكي كثير بس الافعال مش كثير يعني يعني اذا بدك الرجال الحقيقيين مش موجودين يعني بعصرنا كثير بس لا يخلو انه في عالم بتوعد وبتوعد وبتوفي وفي عالم قد كلمتها وانا شخصيا مثلا ما بقدر اكذب على حدا يعني مثلا ما بحياتي انا واضح بكل شيء بعمله اكيد رح نلعب لعبه حلوه كثير انا وياك يلا في عندك هون 5 كروت نعم بدك تسحب تحظز اذا بدك كرت واحد في بدايه عباره انت بدك تكفيها من فضلك شو طلع لك احن الى كفيها شخص عمل احن الى انه هيك يعني ارجع ما انا شغلي صعبه بتصير يعني انه ارجع انا عندي 5 اخوه وبنات بالبيت اخت عندي اختي تجوزت واربعه ماما تجوزوا كثير بحن انه اقعد معهم ارجع ومثل ما كنت خلص شغلي وارجع بالليل ونقعد كلنا مع بعض يعني فبحن لهذا الوقت يعني عندي فيديوهات كثير بحضرهم والقصص وين اخواتك موجودين بعد؟ ايه بعدهم موجودين ايه بس إيه انه بس بحن ارجع اعيشهم يعني انه حس حالي انه يعني. انه رحت نايم باوضتي انا والصبح في هالفتره يعني ايه وانا كنت قايل انه بس اتجوز متفق انا ومدامتي انه كل نهار سبت هي بتنام عند اهلها ليلي وانا عند اهلي ليلي لانه كثير فقدنا ايه
تعملوها؟ بس اول اسبوع لقينا انه كثير مبسوطين بالبيت، مش لازم نترك البيت، وتعودت على بيتي. ان شاء الله دائما مبسوطين بالبيت. قديش مرقوا ناس عليك انتظرت منهم شيء منيح وما لقيته؟ انا ما بحياتي بنتظر من حدا شيء، بس اذا بقول لك ايه بـ بـ يعني بتفاجئ بناس بتصرفاتهم. ايه في كثير خيبوك؟ لا انا دغري باخذ موقف من الاشخاص. لا انا بقصد جواتك عملوا لك خيبه. ايه بتتفاجئ. خاصه اذا كانوا قراب. انا في عندي شخص كثير قريب مني وبعده قريب كثير مني وبعرف قصص عنه هو ما بيعرف انه انا بعرفها. ايه بتزعلي انه ليش هيك، بس بتصرف معه عادي. لبينما يجي يقول لي انا عملت هيك بقول له ايه معي خبر بعرف. عرفتي شو؟ معناتها قديش في ناس كانت تنطر ناس. عم تسال السؤال لنروح لغنيه. كان معها حق لما غنتها السيده العظيمه في الناس. واللي انت طلبتها انك تفضل كلنا اذان ونصلي. انا وياكي. انا وياك يلا. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسين وانا بيا بالصحو حدا صار لي شي 100 سنة مجروحة ما اتذكر طشرت مني الحيطان بستحي شباب. باسم مغنية شكرا لحضورك في امل، كنت كثير مبسوطه معك. شكرا. شكرا. انا بتشرف، بدي ارجع اقول اتمنى التوفيق لهذه المحطه، محطه لنا، وان شاء الله بتكون محطه رائده بكل الوطن العربي قريبا ان شاء الله. وراح تكون قريبا ان شاء الله باذن الله. مثل ما كنا عم نقول ما حدا نطرني، اوعى ما تنطروني. في امل بحلقه جديده مع ضيف جديد وبنفس الموعد. باي باي.